كنخدموا هادشي ديال الحلويات وورقه الباستيله وجميع تقريبا كنديروا الفطائر يعني كاملين البياس الملوي الحرشه الصغيره البياس يعني كلشي تقريبا. ودابا حاليا في المناسبه الكريمه ديال شهر رمضان كنخدموا بزاف الورقه البسطيله هي اللي عليها الطلب بزاف الحمد لله. يعني الاقبال كيكون يعني متزايد في رمضان، حنا كنديروا على طول العام وفي رمضان كيكون عليها الطلب كثير ومقارنه مع السنه اللي فاتت يعني العام شويه الحمد لله. ديك السنه اللي فاتت ما خدمناش يعني كان كوفيد وكان الحظر يعني ما كانش يعني كيفاش نديروا حتى غادي نخدموا والحمد لله هذا العام شويه تيسر الله وخدمنا الحمد لله. عندك الورقه البسطيله كتستعمل يعني بزاف الاستعمالات كاع اي حاجه كتعلق بالحلوى كتخدم بها تقريبا اول ديالها بريوات البسطيله الحلوى سميتو يعني بزاف الاستعمالات كتخدم بها ورقه البسطيله. هي بالنسبه اللي ما كيعرفش لا راه غادي صعيبه ولكن اون فوا غاد تعلمها وهذه راه ماشي شي حاجه صعيبه. دقيق وشويه الماء وشويه زيت ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. السير ديالها كاين في الطباصل التباصل والخدمه ديالهم فاش تضرب فوق منهم ماشي ساهل، شويه كاينه السخونيه وكاينه شويه المشقه باش كتخدم. والحمد لله واخا كاينه شويه مشقه في رمضان وخصوصا في هذا رمضان كيكون شويه الطلب عليها بزاف، خاصه نفيقوا بكري باش كنوجدوا السلعه بكري باش الكليان اللي جا بكري يلقى السلعه ديالو موجوده. تقريبا كنخدموا في النهار ما تقريبا كتفوت حتى 200 كيلو تقريبا حتى 300 كيلو اللي كتخرج في النهار. من غير الكوموندات اللي كنخرجهم على برا شي ديال الجمله وهذه كان في الصباح بكري كيخرج داكشي في الصباح بكري كيمشي يتوزع على المحلات اخرى اللي عندنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.